هل أنت مع العصيان المدني؟ وضعنا السؤال على الفيسبوك، على صفحتنا على الفيسبوك، وجالنا حتى هذه اللحظة 57 قالوا نعم و267 قالوا لا. هنحاول نتعرف على أهداف من يقومون بهذا العصيان المدني ومن هم ضده أيضا. هنحاول نسمع الرأيين كي تستطيعوا أن تكونوا رأيا يعني متوازنا، نقدر نفهم إيه هو العصيان المدني ولماذا يطالبون به. ومعنا على الهاتف الأستاذ محمود عفيفي، متحدث باسم حركة 6 إبريل، وأيضا الأستاذ دكتور حلمي الجزار، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة. مساء الخير يا سادة، وأبدأ بأستاذ محمود عفيفي. أستاذ محمود، لماذا تنادون بالعصيان المدني؟ دراميس، احنا يعني بقالنا فترة بنطالب المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة وحقنا لدماء المصريين اللي بتسيل كل يوم بسبب سوء إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية، ولكن لا حياة لمنتنادي، لا استجابة لمطالبنا. يعني استنفذنا كل الطرق في المطالبة، سواء بالاعتصام أو التظاهر أو حتى التفاوض، وكلمنا مجلس الشعب وتخاطبنا معه، ولكن لا استجابة لمطالبنا. العصيان المدني والإضراب العام هي وسيلة من وسائل الاحتجاج السلمي، ولكنها أعلى درجات الاحتجاج السلمي. نحن متمسكين بسلمية الثورة إلى أبعد مدى والى اقصى درجه، وبالتالي قررنا ان احنا نضم دعوات الاضراب اللي كانت موجوده على الفيسبوك وتويتر خلال الفتره اللي فاتت، واللي بداها بعض الاتحادات الطلابيه والنقابات العماليه يوم 11 فبراير من اجل المطالبه بتسليم السلطه ورحيل المجلس العسكري عن الحكم. طيب، هل العصيان المدني بمعنى لو تشرحه للناس اللي هو التوقف عن العمل، التوقف، يعني اشرح لي الى اي مدى العصيان المدني بتقصدوه؟ يعني احنا بدايه بس هنبدا بفكره الاضراب، هو هيبقى اضراب تصاعدي، مش هيكون يعني شامل، هو هيكون اضراب تصاعدي عن الجامعات وعن العمل خلال يوم 11 والايام التي تليه، الى لحد ما نشوف مدى درجه الاستجابه من قبل السلطه اللي موجوده. بندعو الناس انها يعني في الفتره دي تتوقف عن العمل وما تروحش الشغل من اجل مطالبه تسليم السلطه. في بعض الاتحادات الطلابيه يعني ان شاء الله افضلكم بيانات مش هتتواجد في الجامعات خلال هذه الفتره، وبعض العمال اللي هيوقفوا العمل خلال هذه الفتره من اجل الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطه. بالنسبه لنا هيكون تدريجي، والايام هي اللي هتحكم الى اي مدى هنوصل ليه في حاله العصيان، سواء هنمتنع امتناع تام وشامل عن الشغل او هيكون في استجابه وسرعه استجابه، وبالتالي هنبدا تاني نرجع نشتغل ونكمل المسيره باذن الله. طيب دكتور حلمي الجزار، الحريه والعداله اعلنت رفضها للعصيان المدني، لماذا؟ مساء الخير استاذ لميس. اولا العصيان المدني هو وسيله سلميه طبعا للتعبير عن رفض شيء كبير، واحنا فعلا في هذا الشيء الكبير ان هو المجلس العسكري لا يريد ان يتجاوب تجاوبا سريعا وايجابيا مع متطلبات الشارع المصري بهذه الاونه. فانا متفهم لمن اختاروا طريق العصيان المدني، لكن لماذا لا نوافق عليه؟ لان اكيد فيه خساره اقتصاديه، اكيد توقف عجله الانتاج، وهنا في ظل تراجع الاحتياط النقدي من اول الثوره مقابل 36 مليار دولار لحد النهارده، ما بقى اقل من 10 مليار دولار او 16 مليار دولار، فاحنا مش لسنا ابدا ابدا في حاجه الا ان احنا نقل تاني بالاحتياط بتاعنا المستنزف. فدي واحده. النقطه الثانيه ان المطالبون بتسليم السلطه الى مجلس مدني بارى ان هناك خطوه وان كانت قصيره الى الامام، وهي فتح باب الترشح يوم 10 مارس، وللاسف الشديد ان المجلس العسكري هو اللي بيشجع الحركات الثوريه والاحتجاجيه على ان تاخذ خطوات اكثر جراه، لانه ما بيجيبش ابدا اي نتيجه الا بالضغط، هذا للاسف الشديد، لكن النهايه الاقتصاديه اساسا هي التي تمنعنا من المشاركه في الاضراب وفي طيب. الاسلام. اعود اليك يا محمود، يعني هل تعتقد، يعني دكتور سياده النائب حلمي الجزار بيقول يا جماعه الاقتصاد لا يتحمل هذا العصيان المدني، محمود هل ترى ان الاقتصاد المصري يتحمل التوقف عن العمل؟ استاذه لميس، بس انا عايز اشكر الدكتور حلمي على يعني طريقته الجيده في الكلام وفي عرض الفكره. للاسف لان الدكتور محمود غزلان قال من شويه على احدى القنوات الفضائيه ان اللي بيريد او اللي بيدعو ليه
الاسهم المدني والاداره العام هم يريدوا نشر الفوضى واسقاط الدوله يعني. وانا باسف ان بسمع الكلام ده من متحدث رسمي باسم جماعه الاخوان يعني، لان هم في يوم من الايام كانوا بيدعوا للاضراب ايضا وكانوا بيساندوا الاضرابات التي بيتم الدعوه اليها. فبالتالي انا بشكر الدكتور حلمي على يعني عرضه لرفضه للعصيان بطريقه اكثر يعني احترافيه عن الدكتور محمود غزلان. ولكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه بالنسبه للاقتصاد المصري، احنا شايفين فعلا ان في ازمه في الاقتصاد المصري خلال هذه الايام، ولكن من يتسبب في هذا في ضرب الاقتصاد؟ هو اللي مش عايز استقرار البلاد، هو يعني الناس مش عارفه ايه اللي جايه لمصر، السلطه هتتسلم امتى؟ وهتتسلم لمين؟ الدستور هيتوضع امتى؟ هل هيوضع في حكم العسكر ولا هيوضع بعد ما المجلس العسكري يمشي؟ يعني ما فيش خطوات فاعله وواضحه. الناس يعني في حاجات مبهمه كتير بتحصل، يعني المجلس العسكري لما يطلع امبارح يقول ان فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسه 10 مارس وده بعد ضغط، طب 10 مارس طب انتخابات الرئاسه نفسها امتى؟ يعني انت برضه ما قلتليش انتخابات الرئاسه امتى؟ فما فيش خطوات واضحه او للفتره الانتقاليه او لتسليم السلطه نقدر بناء عليها الناس تشجع على المشاركه في الاقتصاد وعلى الاستثمار داخل مصر. وبالتالي فبلاش اتهم الحركات الثوريه اللي بتدعو لتظاهرات واحتجاجات واضراب ان هي اللي بتعطل الاقتصاد، الاقتصاد متعطل بسبب سوء اداره من المجلس العسكري للمرحله الانتقاليه، بسبب عدم وضوح رؤيه لدى الجميع من قبل المجلس العسكري والمستثمرين نفسهم. يعني احنا اتكلمنا مع مستثمرين كتير قالوا لنا احنا عايزين نستثمر في مصر ولكن احنا ما عندناش رؤيه واضحه للمستقبل، ايه اللي هيتم؟ وبالتالي فبلاش نحمل المتظاهرين او الثوريين اللي بيدعوا للاضراب ان هم اللي هيضروا الاقتصاد، خلينا نتكلم ان السبب في ضعف الاقتصاد المصري هو سوء اداره المجلس العسكري للمرحله الانتقاليه وعدم وضوح رؤيته لتسليم السلطه والخطوات الفاعله في تسليمها. طب يعني لحد امتى؟ يعني هتبداوا، انت قلت لي هتبداوا باعتصام او اضرابات تدريجيه بدءا من يوم 11، استمرارا لحد ايه؟ يعني امتى الديدلاين بتاعك اللي هو مثلا لو حصل ايه هنوقف؟ يعني حتى تسليم السلطه، حتى يقول لك تسليم السلطه، ما هو قال لك تسليم السلطه في 30 يونيو، انت تريد التبكير بذلك. يعني احنا بالفعل رافضين فكره تسليم السلطه في 30 يونيو، ورافضين فكره ان يكون وضع الدستور تحت في وجود المجلس العسكري. وبالتالي احنا عشان كده دعينا للاضراب، يعني هو مش موضوع ان قال لي 30 يونيو فانا المفترض ان انا اقبل بده. وبالتالي احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بننسق مع نقابات عماليه ومع اتحادات طلابيه اللي هم بالفعل هيشاركوا في الاضراب واللي هم بالفعل اساس الاضراب، وبالتالي هم اللي هيقولوا لحد امتى الاضراب يستمر او لحد امتى نوقف الاضراب. في تنسيق كامل مع النقابات العمليه والمستقله، وفي تنسيق كامل دلوقتي مع عمال غزل المحله وعدد من المصانع بحيث ان يكون المشاركه فاعله في الاضراب، والتنسيق معاهم هو اللي هيحدد امتى يبدا الاضراب وامتى ينتهي. طب خلونا نسمع راي الاقتصاد الدكتوره ماجده انديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصاديه. دكتوره ماجده سامعانا؟ ايوه مساء الخير. مساء النور. ماذا ترين في العصيان المدني؟ دعوات العصيان المدني هل انت معها ام ضدها؟ انا بالفعل ضدها، وانا سمعت الاراء المختلفه، وانا اشترك مع كل المخاوف اللي اثيرت بالنسبه لتداعيات الاقتصاد وتاثير استمرار حاله الشغب والفوضى على حاله الامن وتاثيره على مؤشرات الاقتصاد. حضرتك في بداية البرنامج ذكرت مؤشرات كتيرة للاقتصاد، ذكرت برضو ملفات شائكة بالنسبة للمفاوضات مع الصندوق، بالنسبة لموقف مانحين زي الولايات المتحدة وألمانيا وخلافه. وأعتقد أن كل هذه الأمور ينبغي أن احنا ننظر لها بتمعن وتمعن شديد. احنا عانينا كتير في الفترة اللي فاتت بسبب حالة من الفوضى وعدم اليقين، ومحتاجين دلوقتي للهدوء عشان نفكر في المرحلة الحالية ازاي نتعامل مع المشكلة السياسية والمشكلة الاقتصادية في نفس الوقت. احنا قطعنا مشوار كبير، وده معناه ان احنا نبص قدام ونفكر فيه ازاي هنسلم السلطة، بان احنا نحاول نوصل لنوع من انواع التوافق بين القوى المختلفة حول امكانية حل المشاكل بنوع من انواع التوافق عشان ما نسيبش نوع من الخلل في اداره البلد اللي هو اثر علينا سلبيا كثيرا في الفتره الماضيه. فاحنا محتاجين لدراسه الموقف والدراسه تتطلب تمعن، وما هي البدائل المختلفه لنقل السلطه في الوقت الحالي، واذا ما راينا ان احنا نتريس بعض الشيء كيف يمكن ان احنا نرى بعض البدائل اللي هي تتعلق ب
نوع من أنواع التمعن والدراسة وأوضاع الاقتصاد حتى لا ندفع الاقتصاد لشفة الانهيار في مرحلة الحرجة من تاريخنا الاقتصادي وتاريخنا السياسي. وأرجو أن كل هذه الدعوات أنها تتلمس الحذر وأنها تسمع للقيادات بتاعتها وأنها تدرس الموقف وتتكلم مع الخبراء الاقتصاديين وبتمعن، وإحنا مستعدين نوضح الوضع الاقتصادي في حقيقته، لأن هناك الكثير من التفاصيل عن الوضع الاقتصادي التي ربما لا يلم بها المواطن العادي، فتكثر المطالب وبدون وعي إلى ما هي المخاوف من بقاء الحالة على ما هو عليه. احتياطي النقدي وصل إلى حالة لربما لا تكفي أكثر من 3 أشهر من الواردات. كيف يمكن أن احنا نستمر على هذا الوضع؟ ما تأثير ان احنا الوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ طب انا بس هتوقف هنا دكتورة ماجدة، انا عايزة اشكر بس الاستاذ محمود عفيفي ودكتور حلمي الجزار كي لا ابقي معي على الهاتف، واستكمل معاكي دكتورة ماجدة بما انك ذكرتي قضية صندوق قرض صندوق النقد الدولي. من الواضح ان في تردد داخل مجلس الشعب حول صندوق النقد قرض، وبيقولوا ما احتمال ما نكونش محتاجينه وهناك بدائل اخرى. في 30 ثانية ريت تقولي لي بس حول هذه القضية. أنا أرجو أن لجنة الخطة والموازنة ينظروا لتفاصيل الاقتصاد، وأنا لا أتفق مع أنه هناك بدائل أخرى، وسمعت لبعض الاقتراحات بالبدائل الأخرى مثل متأخرات الضريبة اللي ربما توصل 60 مليار وخلافه. إحنا في احتياج للعملة الصعبة، ومتأخرات الضرائب لن توفر هذه القيمة من العملة الصعبة اللي إحنا محتاجينها عشان نواكب فاتورة الواردات، فهذا الاحتمال غير قائم. على الجانب الآخر، في ضوء اقتصاد متردي من نواحي مختلفة وتعطل النشاط الاقتصادي لعدد كبير من المساهمين في عجلة الانتاج، لا يتعقل ان احنا هنستطيع، وكما ذكرت حضرتك معظم هذه المتأخرات مرتبطة بمؤسسات صحفية ومؤسسات حكومية، لن نستطيع اننا نحصل هذه المبالغ في فترة قصيرة، فربما لابد من وجود نوع من انواع المعقوليه. وكما ذكرت حضرتك ايضا ان قيمه القرض من الصندوق اللي هي 3.2 مليار ليس في قيمتها الماديه فقط، ولكن انها ستكون مؤشر ثقه بينعكس ايجابيا على قدرتنا على استقطاب المزيد من المساعدات من المانحين المختلفين من الدول العربيه، من الولايات المتحده وخلافه، من المستثمرين اللي هم بينظرون بحاله القلق، وفي حاله تصحيح مسيار او سياق السياسات الاقتصاديه في اطار المفاوضات مع الصندوق والالتزام بالقرض، ده سيعطي مؤشر كبير من الثقه، سيساعدنا ان احنا نخرج من عنق الزجاجه حتى نستطيع ان احنا نتعامل مع الواقع السياسي بهدوء، ونرجع للاجنده المطلوب ان احنا نتعامل معها حتى نوفر الوظائف، ونحاول ان احنا نتعامل مع المشاكل الاقتصاديه المتفاقمه اللي هي كانت على رأس قائمة المشاكل اللي أدت إلى ثورة 25 يناير. شكرا، أشكرك دكتورة ماجدة أنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية. هل أنت مع أم ضد العصيان المدني؟ رحاب من القاهرة، تفضلي يا رحاب. أيوة مساء الخير يا مدام. أهلا بيكي، مساء النور، تفضلي. حضرتك كنت الأول بتسألي سؤالين، أول حاجة مين ضرب الخرطوش؟ لسه موجود؟ لسه، يعني لو عايزه تقولي مين ضرب الخرطوش، طيب يعني قولي يا رحاب. الخرطوش بيتباع ب 2000 جنيه على الرصيف في كل حته، يعني 2000 جنيه على الرصيف. يعني احنا لسه جايبين واحد على فكره، جايبينه اي حد ممكن يشتري يعني من اي مكان، مسدس على الرصيف موجود يعني. طيب انت مع ولا ضد العصيان المدني يا رحاب؟ لا طبعا مش معاه، لان احنا اوريدي في عصيان مدني من 25 يناير. انا ما شفتش اي حد من اللي بيدعوا للعصيان دوت دعوا لمليونيه الانتاج او العمل، او يا جماعه افتحوا مصانعكم، او نشوف مشاكل اصحاب المصانع ايه، الناس اللي ما بتقبضش ايه. فاكيد احنا مش محتاجين اضراب زياده، ده هيبقى شابتر 11 في مسلسل الفوضى مستمر مش الثوره مستمر. شكرا يا رحاب، ورحاب بترد كمان على من اطلق الخرطوش، الخرطوش موجود على الرصيف. علاء من هنا، اتفضل يا علاء. علاء الو، مساء الخير. مساء النور، انت مع ام ضد العصيان المدني؟ بالتاكيد 90% من شعب مصر ضد العصيان المدني، لان كده خلاص، كده كفايه، كده حرام، مصر مش هتتحمل اكتر من كده. اقتصادنا بينزف ليه سنه، عصيان مدني على ايه؟ كفايه لستة ابليس، مش متحملين اكتر من كده. ده مخطط امريكي، والله مخطط امريكي، البلد كده اتدمرت، احنا بننزف لينا بالظبط سنه، مش متحملين اكتر من كده، اقتصادنا مصر مش هيتحمل. شكرا يا مدام. شكرا يا علاء. رنا من الجيزه، مع ولا ضد يا رنا؟ لا طبعا ضد جدا. هو احنا اصلا عندنا فلوس عشان نبقى مع العصيان المدني؟
اللي عندنا فلوس بس الناس بتقول انه يا جماعه ما هو السبب في ده كله هو المجلس العسكري، ولو اتغير المجلس العسكري حياتنا هتكون افضل والاقتصاد يتحسن. يعني طب هو مين هيمسك البلد بدل المجلس العسكري؟ ده سؤال، لكن في رئيس مدني ان شاء الله هينتخب، ما هو يعني مش هنعيش في القصه دي. شكرا يا رنا. محمد من القاهره، اتفضل يا محمد. ايوه يا استاذه لميس. مع ولا ضد العصيان المدني؟ لا يا فندم، ضد العصيان المدني، واي هذا العصيان ده ضد اي فكر متحضر يا استاذه لميس. لا يمكن ان يكون هو ده حال الدوله، من ارتفاع في الديون ونقص في الاحتياطي الاجنبي وزياده في البطاله وخساره فادحه في البورصه ونقص ملحوظ في الصادرات وعدم الوصول للحد الادنى من الانتاج في الدوله وعدم استقرار امني واضح وعدم اتفاق حتى في الاراء ما بيننا كشعب واحد، وفي الاخر اقول عصيان مدني ضد حكومه وبرلمان احنا كنفسنا شعب فاخترناه بنفسنا اول مره بانتخابات نزيهه. شكرا يا محمد. إيه شكرا يا محمد. فريده من القاهره، مع ولا ضد يا فريده؟ فريده ايوه. ايوه فندم. لا طبعا انا ضد بكل قلبي. ليه؟ لان انا بشتغل في الضرايب حضرتك. اللي بيقولوا الضرايب عليها 70 مليار ولا 60 مليار مش هيدوسوا على الزرار والمولين هيدفعوا. ده ليها اجراءاتها. وبعدين احنا مش ناقصين الاقتصاد يقع اكتر من كده. هم مش حاسين باللي احنا فيه. انا ملاحظه ان الصغيرين اللي مش عارفين حال البلد ايه هم اللي بيقولوا عصيان مدني، لكن الناس العاقلين هقوم يفهموهم ان اليوم دلوقتي اليوم بيأثر. شكرا يا فريده. امير من بورسعيد، اتفضل يا امير، مع ولا ضد؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا امير بسرعه. لا طبعا انا ضد العصيان المدني، ان ما ينفعش كفايه الخراب اللي احنا فيه. ضد العصيان المدني. طيب حرام عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل. مين معانا كمان؟ طيب خيري، اتفضل يا خيري من اسكندريه، اتفضل يا خيري. استاذ خيري. ايوه يا استاذ لميس، اهلا بيك، مع ولا ضد يا استاذ خيري؟ بص يا استاذ لميس، طلع النبي، في مثل بيقول لك البلد ديت ملهاش كبير، واحنا مش لاقيين كبير لنا ولا في مجلس الشعب ولا ضد ولا مع، احنا لاقيين ناكل، ده احنا بننهك، ده الشعب بينهك في الضله يا سيادنا. المفروض ننزل نقول نشتغل، ننزل نسد معانا ديون الدوله، حتى مجلس الشعب اللي اخترناه بيتخانقوا مع بعض، مالهمش كبير، واحد يقول صابع روش، واحد يقول الخرطوش جه منين، انا اللي ضربت الخرطوش، ما الخرطوش متلاحق في الشوارع، احنا مش لاقيين كبير، البلد عايزه ذكر، ذكر يحكمها. سلام عليكم. شكرا. عليكم السلام يا عم خيري، البلد عايزه ذكر. محمود من القاهره، اتفضل يا محمود. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا محمود. لو سمحتي، انا ضد الاضراب نهائي. انا عندي اولاد، الانبوبه البوتاجاز ب 45 جنيه، لسه النهارده بدور على انبوبه ب 45 جنيه، جاي الولد بالموتوسيكل يقول لي الانبوبه ب 45 جنيه، والانبوبه ما عنديش. افرضي انا حضرتك ما عنديش فلوس. افرضي انا بواب، حارس عقار، راجل بشتغل يوميا، يوميتي على قدي، واخد بال حضرتك، اجيب انبوبه لاطفالي ازاي ب 45 جنيه؟ اكلهم ايه؟ شكرا. انا مش لاقيه. شكرا يا محمود. صالح من دمياط، اتفضل يا صالح. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذه لميس، مع حضرتك صالح مندور بمدينه السيرو محافظه دمياط. تمام، مع ولا ضد يا صالح؟ انا عاوز اسال بتاع 6 ابريل دول. انا عاوز اقول لحضرتك اول، عاوز اسالهم سؤال، هي ثوره للتغيير للافضل والاحسن ام هي فوضى؟ هم عاوزينها فوضى. عاوز اقول لهم كفايه شعارات وكفايه دكتاتوريه. هم عاوزين كل حاجه دلوقتي في وقت ايه؟ هم بقالهم شهرين قاعدين يشتموا في المجلس العسكري. ليه؟ المجلس العسكري عامل هو اللي حمار. يعني انت مع ولا ضد يا انا ضدهم. انا ضدهم. انا ضدهم. انا ضد العصيان المدني. طيب شكرا يا صالح. احنا برضو عايزين نقول ان جماعة 6 ابريل هي مجموعة محترمة من الشباب المحترمين، اللي الحقيقة هم دول كانوا يعني هو نواة الثورة، دول الناس اللي وقفوا ضد الاستبداد من 2008 يا جماعة. يعني برضو لازم نذكر اشياء كثيرة في التاريخ موجودة، من يعني حتى لو كنا يعني اذا كان في بعض الناس مختلفة معهم في الرأي، في النهاية وقائع على الارض، ان هم دول اللي عملوا الثورة اللي غيرت، هم دول مع الشعب المصري طبعا اللي غيرت النظام. محمد من السويد، يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. انت مع ولا ضد العصيان؟ انا قبل ما مع ولا ضد، بس عايز اتكلم اللي هو الخرطوش مال البلد يا فندم. تمام، الخرطوش. ايوه انا ضد طبعا، لان البلد مش مستحمله اساسا. تمام، ومش مستحمله البلد. انت بتقولي الخرطوش مال البلد مش كده؟ اول يا فندم مال البلد. بيتباع عادي يعني. اللي بيتعمل اللي هو الفرد دوت بيتعمل في الورش، وبيتعمل في الفرش اللي هي الحداده وبتاع. تمام، بس همال البلد يعني.
طيب وانت ضد العصيان المدني مش كده؟ طبعا يا فندم ضد. طيب. طبعا شكرا يا محمد. علي من البحر الاحمر وللاسف ده اخر تليفون. علي اتفضل يا ملاميز. ايوه يا علي. هو انا تديني فرصه معلش يا مدام ملاميز. لا سريعا بقى انت مع ولا ضد؟ انا ضد 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9 ابريل يا مدام ملاميز. يا جماعه ما نشخصنش يا علي. يا علي خليك بس يعني بلاش نشخصن الامور. 6 ابريل جماعه ثوريه خلينا نتكلم عليها بعدين لكن نتكلم على يا مدام ملاميز. انت النهارده انسانه مصريه وانسانه شعبيه وليكي حضور في سامعاك يا علي. سامعاك. طيب النهارده انسانه مصريه صرف. لا يا علي تاني من فضلك معلش الخط بيقطع. احنا عندنا دلوقتي يا مدام الاميز دلوقتي عندنا في مصر القوات المسلحه دي حاميه الشرق الاوسط كله. طيب مش مصر بس. انا بسالك بس انت مع ولا انت ضد الاضراب ولا انا ضد يا مدام الاميز. طيب اشكرك يا علي مره تانية. يبقى اذا ده يا جماعه دي مجموعه من الاتصالات. احنا الارقام اللي جالنا على الفيسبوك حتى هذه اللحظه 476 ضد و101 مع هذا العصيان المدني. هو نوع من انواع الاحتجاج اللي بتقوم به عدد من التيارات الشبابيه منها 6 ابريل من اتحاد شباب الثوره منها عدد من شباب الجامعات. لهم راي ولهم فكر يجب ان احنا عايزين نتعلم نقبل بعض، عايزين نتعلم نسمع بعض، عايزين نتعلم نحترم بعض، ان لما حد يكون عنده فكره نقدر ان احنا نتناقش معاهم بشكل محترم زي النقاش الهادي اللي كان ما بين الحريه والعداله وبين 6 ابريل، نقاش هادي ومحترم انه والله دي جماعه مجموعه بتدعو للعصيان المدني شايفين ان هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الحكم العسكري اللي يعني طبقا لوجهه نظرهم هو السبب في مشكلات كثيره. والحقيقه ان معاهم برضو جزء من الحقيقه في ان هو تسبب في مشكلات كثيرة وأخطاء كثيرة. على الجانب الآخر في رأيي بيقول أن العصيان المدني هو نوع من أنواع الإضراب الذي لا يتحمله اقتصادنا لأن إحنا مش مستحملين. إحنا الحقيقة أن اقتصادنا بيمر بمأزق شديد جدا ولازم يبقى عندنا رؤية. هل هنقدر هل بالإضراب ده هنقدر أن إحنا يعني الاقتصاد يستحمل حاجة زي كده ولا نأجل هذا الإضراب؟ العصيان المدني كان نوع من أنواع الاحتجاجات اللي كان بيستخدم ضد الاحتلال وضد أنظمة مستبدة. استخدم طبعا من جنوب أفريقيا، استخدم من غاندي في الهند، استخدم من فئات كثيرة جدا ومن وموجود في التاريخ. لكن هو السؤال هو دلوقتي وقته؟ هو دلوقتي اقتصادنا يستحمل؟ ده سؤال مهم جدا وسط كل هذه الاضطرابات. نخرج فاصل وبعد الفاصل نتكلم عن الاكتئاب على اساس ان كل اللي فات ده كان فرفشة وسعادة وغنى وكده. الاكتئاب بنمر بحالات اكتئابية كثيرة ومصريين كتير كل ما بيفتحوا التلفزيون كل ما بيمشوا حواليهم كل ما بيشوفوا مزارات بيشعروا باكتئاب. في مبادرة لست وحدك ونشوف كيف يمكن أن نحصل على طاقة إيجابية من أي حاجة من أي حتة ممكن نحاول نجيب طاقة إيجابية بعد الفاصل.